السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله نعمل مع بعض الحمام الكداب بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة، ما فيهاش اي تكلفة ولا اي تعب. يعني بصوا ما شاء الله الشكل جميل ازاي، والريحة طبعا في المطبخ ما شاء الله جميلة جدا. هو احنا شاويينه في الفرن، والرز بتاعه برضه سويناه اهو قدامكم، ومعانا سلطة جميلة اهي ما شاء الله، عايزاكم تجربوه وتعالوا معانا نشوف عملنا ايه الخطوات بتاعتنا. الطريقه بتاعت اللي هو النهارده الحمام الكداب اللي هو الوراك، بصوا انا جايبه وراك مخليه مع الراجل هو اللي بيخليها لك، ماشي؟ بيسيب لك بس العضميه دي، ايه وراك مخليه اهي، حسب بقى العدد اللي عندك او اللي انت عايزاه، ماشي؟ انا هتبلها دلوقتي واسيب التتبيله لمده ساعتين. التتبيله عباره عن ايه؟ انا جبت بصلايه وطماطميه وعصرتهم وخدت الميه بتاعتهم، ميه هنزل عليهم بقى بايه، معلقه فلفل اسمر، معلقه بابريكا، كل معلقه صغيره، او معلقه قرفة وزنجبيل، ومعلقة ملح، وانزل بالحاجات دي كلها اهي، معلقة صلصة، ومعلقة زيت، بس كده. اقلب بقى المكونات بتاعتي دي كويس. اتبل بقى فيها الفراخ بتاعتي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تدينا طعم جميل جدا للفراخ بتاعتنا التتبيله دي، المنظر ده كده. خلي كده التتبيله تخش جوه الجلد كده، تتشبع بالفراخ بالتتبيله دي كويس، ونسيبها بقى كده اهي المنظر ده كده لمدة ساعتين. دلوقتي احنا هنعمل الخلطة، الرز اللي احنا هنحشي بيه الفراخ بتاعتنا. انا حاطة حلة على النار اهو، هنزل عليها بملعقتين زيت كبار كده. انا هنا معايا بهارات ايه، معايا حتة قرفة خشب، معايا بصوا قرنفل 4 وحدات قرنفل، ومعلقه فلفل اسمر، ومعلقه ملح، والزنجبيل والقرفه، كل حاجه معلقه صغيره. هنزل كده على زيت الفرن بالحاجات دي كلها، يسخنوا بس معايا، انزل عليهم بالرز. خلاص كده ريحه البهارات بتاعتنا اللي احنا حطيناها طلعت اهي، هنزل بقى بالرز بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عامله كميه رز كتيره، مش كل ده اللي هنحشي بيه، بس عشان الفرشه بتاعت ايه اللي تشيلها تحت الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبه بقى كويس كده، ندخل فيه الخلطه كلها كده، هنزل بقى عليه الميه السخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محتاجاه 3/4 سوا، مش هسوي لي الاخر يعني، بس كده. والملح بتاعي برضو مظبوط، هغطيه بقى واسيبه لما يستوي. خلاص الرز اهو انا نزلته اهو 3/4 سوا زي ما اتفقنا، شكله وريحته جميل قوي. خلاص كده اجيب بقى الفراخ بتاعتي، التتبيله هياخدها بالتتبيله كده، افرشها هنا على النشا بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نحشيها الحته اللي هي ايه من جوه دي، دي اللي نحشيها الاول. الطريقه دي كده ماشي، بس بعد كده بقى ايه، نجيب برده معلقه تانية هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقه دي كده كله بقى على بعضه. انا عندي اعمله بالخلة، اللي ما عندوش خلة عالي بيعمل بالخيط عادي، ما فيهوش اي مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالخلة كده بسم الله. خلاص كده اجيب بقى خلة تاني نعملها بالعكس دي. بسم الله الرحمن الرحيم كده.
المنظر ده كده، ندخل بس الرز بتاعنا كده مبقاش باين، طبق كده ونعمل واحدة تانية المنظر ده كده. نعمل واحدة تانية، بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كده زي ما اتفقنا، نجيب معلقة رز، مبياخدش رز كتير على فكرة، احنا عاملين بس كده عشان ايه الفرشة بتاعت بيبقى طعمه جميل، الأطفال هيحبوه، الكبار طعمه بيبقى جميل قوي، الرز اللي هو المحشي ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الطريقة دي كده اهو. بس مش اكتر من كده، هو الورك بياخد معلقتين رز. بسم الله الرحمن الرحيم، اعمل معاك واحدة بالخيط اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، نجمعها على بعضيها كلها كده، ننزل عليها بالخيط كده، نحاول نخلي الرز ما يطلعش من الفرخة بتاعتنا. بسم الله المنظر ده كده، منقلقش خالص، نعيد عليها تاني، انها اتفكت نعيد تاني، مفيش اي مشكلة. ندخل بس الرز بتاعنا كده، كده كده اتحط في الكيس الحراري فما نقلقش، ده احسن من السليق يا جماعة. ما عندكيش كيس حراري عادي، بتدهن الصينية بتاعتك زيت وتحطي فيها الوراك بتاعتنا دي، بتنزلي بقى بنص كوباية مية وتغطيها وتحطيها في الصينية في الفرن، تتشوي عادي مفيهاش اي حاجة. نثبت عليها كده بالخيط، بس بقية الخيط ندخلها هنا كده، المنظر ده كده. احنا طبعا لما تستوي هنفك الخيط بتاعنا ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي. عملت لكم واحده بالخله وواحده بالخيط، خلاص كده حشيت الكميه بتاعتي. اهم حاجه ان يبقى محكمه كده يا جماعه، مفيش رز باين منها زي ما انتم شايفين كده. الخلطه برضو اللي بتاعتي انا هدهن منها كده برضو الورك اهي، بس قبل ما احطها في الكيس الحراري بتاعنا، قلنا برضو لو مفيش كيس حراري عادي بنحطها في الصينيه ونحط نص كوبايه ميه ونغطيها بالفويل، هتبقى زي الفل، هتتشوي وتبقى جميله زي الفل. كده كده الرز بتاعنا واخد 3 ارباع تسويه بالمنظر ده كده. بس انا جبت كيس حراري اهو، هرصصهم بقى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، خلصت الفرخ بتاعتنا اهي، حطيتها في الكيس الحراري وربطته كويس، هو بيبقى جاي معاه رباط. انا بس اخرم كده الكيس عشان ما يفرقعش مني في الفرن، كام فرن كده الطريقه دي كده، بس هحطه في الفرن. عندي طبعا هنا بقيه الرز اهو معايا، ده بقى عيد سواه تاني، هزوده ميه بسيطه كده صغيره واحيقه تاني، واشوف حيقه واسويه واوريكم هنعمل ايه في الاخر. بعد كده ندخل بقى الصينيه بتاعتنا الفرن. خلاص الفراخ بتاعتنا طلعت معانا اهي، بص منظرها ما شاء الله، والحته بتاعها مش عايزه اقول لكم ريحه ما شاء الله، خطيره خطيره خطيره. ماشي، طبعا نقعد بقى نفك الخيوط دي، سنسور سخنة مولعه جامد، هفك الخيوط وارجع لكم تاني. الرز بتاعي طبعا سويته اهو خالص، اهو مستوي، ده هفرشه تحت الفراخ الاول، هفرشه قدامكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، ده طبعا اكله العيال المفضله، بيحبوها جدا الرز ده، عليه قرفه وقرنفل عاملينه بطريقه جميله قوي بالمنظر ده كده. خلاص يا جماعه، بعد ما طلع معانا الحمام الكدابه اهو، جربوا الطريقه دي هتعجبكم جامد، وسهله وما فيهاش اي مشكله ولا اي حاجه، وسريعه وبالهنا والشفا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.